تمام العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإيترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل ومعكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة رئيس سياسة ورقي يكرم منتخب الدراجات الهوائية. سيمينار للشباب العمال في مديرية مصوى عن الموروثات الثقافية. أوضاع جيدة لمزارع مديرية قلوج. أصاب جنود سوريين بضربات إسرائيلية على ريف حمص. عشرات القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في أفغانستان. المفوضية الأوروبية تتعهد باستخدام كل سلطاتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. كرم رئيس سياسة أفريقيا منتخب إريتريا للدراجات الهوائية الذي حقق انتصارا باهرا في بطولة العالم 87 للدراجات الهوائية لعام 2021 التي نظمت من 18 وحتى 26 من سبتمبر في بلجيكا. وهنأ فخامة رئيس سياسة أفريقيا لدى استقباله المنتخب صباح اليوم السبت في عدة هلو باسم حكومة وشعب إريتريا، قائلا أن هذا الانتصار الذي يعكس القدرات الكامنة في كافة الأنواع الرياضية يعتبر فخرا للشعب والوطن، وقدم شكره للمشاركين. وقدم فخامة الرئيس مبلغ 15 مليون نقفة باسم الحكومة الإريترية لنهضة الرياضة لهذه الانتصارات والمشاركات السابقة في مختلف المحافل الدولية الرياضية. وذكر أن الرياضيين الذين حققوا الانتصار في بطولة العالم للدراجات الهوائية لهذا العام رفعوا اسمهم واسم بلادهم عاليا وسيحصلون تكريما من هذا المبلغ. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلى أن الإنجاز الذي تحقق هو معيار للمستوى الرياضي لإريتريا عالميا، مشيدا بالقدرة والكفاءة التي أظهرها أعضاء المنتخب. وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للدراجات الهوائية السيد تولد يوهنس ومدرب المنتخب الوطني للدراجات السيد سامسون سلمون والمتسابق بنيام قرماي الحائز على الميدالية الفضية عن شكرهم باسم المنتخب، مؤكدين القدرات الكاملة للرياضيين الإريتريين لتحقيق الفوز في مختلف المنافسات الدولية. وشاركت البلاد في بطولة العالم للدراجات الهوائية التي نظمت في بلجيكا ب 12 متسابقا 9 رجال وثلاثة سيدات في فئة الكبار ودون سن 23، وحازت على الميدالية الفضية لسباق دون 23 عاما عبر المتسابق بنيام قرماي. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارا يوم 8 من أكتوبر بالتعاون مع مكتب الثقافة والرياضة في الإقليم لرفع وعي الشباب في التراث المادي وغير المادي ودور الموروثات الثقافية لبناء الوطن. قدم في السيمينار شرحا حول الدراسات الأولية التي أجريت عن موارد الموروثات الثقافية الموجودة في الإقليم والحفاظ عليها وتوثيقها. وذكر المهنيون أن الإقليم باعتباره يضم 6 قوميات فهو غني بالأغاني والفلكلور الشعبي الذي يعكس موروثات الزواج والبطولات والرعي والحزن والرثاء والزي الشعبي والقانون العرفي، ويجب على الشباب معرفة الموروث الثقافي والاعتزاز به والعمل لحفظه لكونه يعبر عن الهوية والقيم. وأكد العثور على الكثير من الآثار ذات الأهمية العالمية في دوغالي وعبدور وعدليس ودهلك وقرورة وبويا ونقفة وقنقعلة وغيرها من المواقع، ويتطلب القيام بحراسة قوية لمنع تلف بعض هذه الآثار من قبل الإنسان والحيوان. ودعا السيمينار لإيجاد وسائل حماية لهذه الآثار من الدمار وتوسيع الدراسات والأبحاث. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أمين كتما أن السيمينار مهم جدا ويجب عقده باستمرار.
أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية قلوج أن مزارع الذرة والدخن والسمسم بلغت مستوى الإثمار. وأوضح مسؤول المكتب السيد قبري هود بيان أن الجرارات الحكومية المستخدمة في فترة الحراثة كان لها دور كبير لإنجاز المزارعين أعمال الحراثة في الآونة في الأوان والتعرفة المناسبة. وقال أن الأمطار بدأت الهطول جيدا في شهر يونيو لكنها لم تتواصل حسب المأمول في شهري يوليو وأغسطس، مما أثر سلبا على نمو المزارع وتهطل في منتصف سبتمبر في فترات متفاوتة تنتعش المزارع وتثمر. ودعا للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي تجري في موسم الصيف لدورها الإيجابي في النشاط الزراعي، وحث المزارعين لتقوية المراقبة من الآفات الزراعية حتى الحصاد وجمع المحصول. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 4 مواطنين بكوفيد-19 في أسمرة، وظهرت إصابتان في مراكز العزل وإصابتان في مراكز الفحوصات. في غضون ذلك شفيت مواطنة من مرض كورونا في الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 6741، شفي منهم 6669 ووفاة 42 مريضا، فيما لا يزال 30 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى. وزارة الصحة 9 أكتوبر 2021. قدمت مكاتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريات بارنت وغردت وأفعبت اللوازم الدراسية لأكثر من 450 طالبا محتاجا. وقدم دعم ل 229 طالبا في ضواحي ديدا وكلكو وكونا بقيمة 24,000 نقفة، كما قدم ل 123 طالبا في مديرية أغردت. وأوضحت مسؤولة المكتب في بارنتو السيدة هناء عثمان ومسؤول مكتب أغردت السيد جرماي جبرتن سايه أن الدعم المقدم يكفي للسنة الدراسية الكاملة. وقدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية أفعبت الدعم أيضا ل 100 طالب. وأوضح مسؤول المكتب السيد أحمد حمد أن الدعم يأتي مواصلة للإعانة التي يحصل عليها الطلاب سنويا باللوازم الدراسية. من جانبه أوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ محمد علي إدريس أن الهدف من الدعم هو عدم مقاطعة الطلاب للتعليم بسبب المصاعب الاقتصادية، وأكد أولياء الأمور فعالية الدعم المقدم لمواصلة أبنائهم للتعليم حتى أعلى المستويات. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مطارا عسكريا في ريف حمص الشرقي وسط سوريا، وقد أدت إلى إصابة 6 جنود وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وقالت الوكالة أن عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووساطة الدفاع الجوي تتصدى له، مضيفة لاحقا أن الهجوم أدى إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت فوق محافظة حمص من دون تفاصيل أخرى. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجوم، ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا. أدى هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان على مسجد شيعي في مدينة قنزوز الواقع بشمال شرق أفغانستان، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص. وسرع المتحدث باسم حركة طالبان زبيح الله مجاهد باستنكار العملية، مؤكدا على وحدة أبناء الوطن الواحد. وقال المسؤول المحلي في طالبان في قنزوز مطيع الله روحاني لوكالة فرانس بريس أن التفجير الدامي الذي استهدف مسجدا شيعيا في المدينة الواقعة شمال شرق أفغانستان
كان هجوما انتحاريا. ويسلط هذا الهجوم الجديد الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة طالبان التي سيطرت على البلاد في أغسطس وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في كابول. تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين باستخدام كل السلطات المتاحة لفرض قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في التكتل بعد أن قضت أعلى محكمة في بولندا بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي غير دستورية. وجاء بيان فون دير لاين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية دعمها الكامل للمفوضية لاتخاذ إجراء محتمل ضد وارسو بشأن الحكم المثير للجدل الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية. كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي. في الأثناء رحب ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي بالحكم الصادر عن القضاء البولندي الذي يتعارض مع بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي. اخترع فريق من المهندسين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا قادرا على المشي والطيران وأطلقوا عليه اختصارا لقب ليو. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الروبوت في الأصل عبارة عن طائرة بدون طيار لكنه يحتوي كذلك على قدمين تساعدانه على المشي. وأوضحت أن الروبوت يعرف باسم ليو وقد تم تصنيعه بالاعتماد على أجزاء متفرقة من روبوتات وطائرات بدون طيار وتم العثور عليها في مختبر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مدينة باسادينا. وذكر فريق المهندسين أنه يمكن استغلال ليو في المهمات التي يصعب على الروبوتات والدرونات الحالية تنفيذها مثل المشي على الحبل وركوب لوحة تثلج. وصلنا إلى نقطة وقت الختام والآن تذكيرا مع أخبار هذه النشرة. رئيس السياسة الأفريقي يكرم منتخب الدراجات الهوائية. سيمينار للشباب العمال في مصوحة حول الموروثات الثقافية. أوضاع جيدة لمزارع مديرية قلوج. إصابة جنود سوريين بضربات إسرائيلية على ريف حمص. عشرات القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في أفغانستان. والمفوضية الأوروبية تتعهد باستخدام كل سلطاتها بعد غرام المحكمة البولندية. في أمان الله وحفظه.